不是，那个大姨在托的 supermarket。如果你没有要买的东西的话，就不要进去，因为为了你的安全着想。你这么好，真的，真的。如果，哎呀，时间好一点的话，可以请你喝一点东西。没关系，真的。我们先去买点东西。好，你注意安全啊。你也是。拜拜。谢谢。拜拜。بصوا انا كنت داخل سوبر ماركت هنا ده المكان اللي هو كان فيه العدوى زي ما انتوا شايفينه انا ما عرفتش مش عارف انتوا شفتوه ولا لا العلامه اللي هناك دي انا بحاول اجيب ايدي عليه هو ده السوبر ماركت فيه قبل كده كان فيه ست دخلت في بتشتري حاجات بتبيع حاجات قصدي اللي هي بتاعه الخضار وكده وبعد كده وقعت ف طبعا كشف عليها فعرفوا ان هي مصابة انا كنت هدخل عشان اشتري حاجات بس هم قابلوني صينيين وقالوا لي ان انا الكمية بتاعتي دي مش كويسة قوي فانا لازم بقدر الامكان يعني ابعد عن الحاجات دي ابعد عن المناطق دي وما فيش داعي لان ادخل وهم عرضوا عليا ان هم يجيبوا لي كمامة احسن من دي اللي عندي دي ان شاء الله بكرة فانا وافقت طبعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عايز اقول لكم ان الماسكات اللي عندي خلصت مفيش الا دول وقابلت صينيين امبارح عرضوا عليا يجيبوا لي ماسكات احسن من كده شويه فانا هروح دلوقتي اشوف اخد الماسكات منهم المفروض هو ده بس هي البنت اعطت لي العنوان غلط اعتقد اعطت لي المكان تاني فانا دلوقتي هروح السوبر ماركت دلوقتي واروح اقابلها واشوفها كده ان شاء الله جماعة انا وصلت دلوقتي المكان اللي هي المفروض هتعطيني منه الماسكات البنت اللي انا قابلها هتعطيني منه الماسكات هدخل دلوقتي اتواصل عليها واشوف كده لان انا اتاخرت عليها شويه الطريق طويل فانا هدخل دلوقتي واشوف كده ان شاء الله يلا تعالوا معايا فانا دلوقتي ان شاء الله هحاول اتصل عليها لاني مش عارف هي فين دلوقتي بالظبط فهتصل عليها واشوف كده هتقول ايه ان شاء الله مستنيها هي اعرف هي فين وكده موجود صلوات ضد انت وفين اسمها شواء كامي بصوا يا جماعه انا حاولت اتصل عليها بس هي مشغوله فما قدرتش ترد عليا على التليفون وبعد كده قالت لي الحاجات دي بعتت لي كلمتني على الرسائل النصيه قالت لي الحاجات دي حطيتها فين فانا هدخل دلوقتي اشوفها اعرف هي فين بص هي تقريبا حطيتها هنا اعتقد عشان هي قصيره يعني في قالت لي هنا حاجه زي كده معرفش ده ايه ده حاجة زي دي كده دي انا هحاول افتحها بقى ولا ايه هي ما عطت لي تقريبا هي دي كده تمام وانا دلوقتي هعمل سكان عليها why it doesn't work بص واخدينها معايا take this بصوا يا جماعة هي دي الكمامات اللي هي قالت لي عليها دي اكتر احسن من دي شويه طبعا انا عايز اغير دي دلوقتي انا هحاول دلوقتي اشوف مكان كده واغير الكمامه دي وطبعا انا اشكرها جدا وعلى فكره والله كمان مره دي اخلاق المسلمين اللي هو اصلا هي ما شافتنيش ما تعرفنيش قابلتني مره في الشارع امبارح وبعد كده لما شافت ان انا عندي دي ودي مش طبيه لحد ما مش كويسه لحد ما قالت عليا ان هي تجيب لي واحده تانية ودي هديه من غير ما تقابلني ولا من غير وانا كنت عايز اعطيها زي شوكولاته او اي حاجه عبر لها فيها عن شكري تمام بس هي سبحان الله يعني اقول ايه بس دي اخلاق المسلمين سابت لي الحاجه ومشيت طبعا المكان ده فاضي انا ممكن اغير فيه فان شاء الله خليكم معايا هي دي الكمامات دلوقتي وانا المفروض اغيرها زي ما انتم شايفين احاول بقدر الامكان بسرعه كده تمام المفروض ان هي تتلبس من هنا من فوق زي ما انتم شايفين كده عشان تدخل على الانف بالظبط فانا دلوقتي هغيرها طبعا بسرعه وطبعا دي تترمى على طول وش هو ده الشكل المفروض الطبيعي
للناس بيلبسوا الكمامات هنا. فشكرا جزيلا. على فكره دلوقتي في العصر اللي احنا فيه دلوقتي اللي هو يعطي لحد الكمامات دي هديه غاليه جدا جدا جدا. فشكرا وشكرا ليها وشكرا للشعب الصيني، والله قايم بدور كبير معانا بيساعد اخلاق مسلمين بجد. وشكرا لكل الناس اللي بتشوف الفيديو. السلام عليكم.